ربنا يخليك، كل سنه وحضرتك طيب في البدايه وترجع بالسلامه ان شاء الله. ربنا يخليك ستحق. ربنا يخليك. يعني الـ 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 مش عارف حضرتك كنت موجود لما كانت الوقفه موجوده عند النادي الاسماعيلي والمشاكل اللي كانت موجوده دي. هكلمك بمنتهى الامانه، بس اولا بقول لحضرتك قرار الكابتن طارق ما كانش اقاله ابدا. تمام. لا لا لا، يعني بعض المواقع كتبت انه اقاله ست العميد. لا 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 لا، هو بالاتفاق بيننا وبينه، وهو كان من بدري معتذر، وانا قلت له كمل. واحنا نادي محترم ما نعملش دي ابدا، وخاصه مع كابتن طارق احسن سي في مدربين في مصر كلها. لا، هو من الشخصيات المحترمه جدا طبعا. يعني انا ما بتكلمش على، يعني انا ما قلتش اقاله ده عن نفسي، انا بتكلم على المواقع اللي كتبت انها اقاله عشان حضرتك توضح. يعني لا كده. دي حاجه. اتفضل. الحاجه الثانيه بالنسبه للوافه، للاسف طبعا دي مدبره من احد الاشخاص، وانساق ليها بعض اللاعبين القدامى للاسف، ودفعوا الثمن غالي. اولا الشخص اللي هو كان متبرع، بمجرد ما امبارح تقدمنا بطلب للنائب العام وقلنا له على حجم المؤامره كنا مقدمين قبل كده، واتقال له وقفت كل حاجه. للاسف اللي طلعوا من قدام اللاعبين، بكره احنا عاملين ان شاء الله مؤتمر هيحضروا كل قدام اللاعبين، مش كل منهم، كل قدام اللاعبين وكل المدربين، وان شاء الله اي حد عايز حاجه بيسال. احنا اداره بنتعامل، ما بنتعاملش بالقطعه، وان شاء الله الموضوع برضه اللي اشتكى منه سياده المستشار المرتضى احنا اوقفناه وبلغنا الامن عن رؤوس الافاعي اللي بتحرك الناس دي، وان شاء الله مش هتحصل تاني، ولما تحصل بينا موقف تاني. يعني احنا بنتمنى ده سياده العميد الحقيقي النادي الاسماعيلي يعود مره ثانيه. النادي الاسماعيلي من اكبر الانديه الموجوده في مصر طبعا، لصالح احد الاشخاص. كل ده بيتحرك، بمجرد ما هو اتقال له انت المسؤول وقفت كل حاجه، ومحضرك احد البلطجيه، وللاسف انساق ليه بعض الشباب المحترمين والناس المحترمين، لكن الموضوع ده وقف حتما وهيقف حتما ان شاء الله. سيد العميد، هل تم التعاقد خلاص بشكل رسمي مع كابتن احمد حسام ميدو لتولي المسؤوليه الموسم القادم ولا لسه؟ ميدو كان متواجد امبارح في منزلي في اسماعيليه مع اعضاء مجلس الاداره بالكامل، واتكلموا في كل شيء، وبيقولوا له التعاقد هخلصها معايا انا بكره، وهو ان شاء الله هيفضل معايا بكره. ولو اقول لك حجم القعده اللي كنت معاه بتابعه مع التليفون، هو الراجل جه قال الجهاز الفني من اسماعيليه وهو وسعفان حبايب، وطلب بس محلل المباريات يكون معاه محلل الاداء، وما شرطش اي حاجه مبالغ ماليه. كل اللي اتفقنا عليه حاجه واحده بس، ان احنا عايزين نعمل فريق يحقق امان جماهير الاسماعيليه، وهو جايب طموح عالي جدا، واحنا هنوفر له كل الامكانيات، وهو اللي هيختار اللعيبه اللي جايين، وطلب عدم مشي اي لعيب من اللي هم موجودين لغايه لما اشوفهم، وان شاء الله هيكون في التمرين يوم الخميس. بكره هنخلص اجراءات وهيفطر معايا وهيحضر معايا بكره المؤتمر الصحفي، ويوم الخميس يكون في التمرين ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا سياده العميد، وبالتوفيق ان شاء الله الفتره اللي جايه، وترجع ان شاء الله بالسلامه لارض الوطن، وكل سنه وحضرتك طيب. بشكرك سياده العميد محمد السعود رئيس نادي الاسماعيلي. كابتن فاروق، اعتقد انه يعني الخطوه القادمه لميدو كابتن احمد حسام ميدو لتولي نادي الاسماعيلي بعد تولينا الزمالك في فتره من الفترات اللي فاتت، اعتقد خطوه مهمه جدا ليه، وكمان هتبقى نقله تولي نادي كبير ونادي جماهيري زي نادي الاسماعيلي. لا طبعا، هي نقله ثانيه طبعا لميدو في جزئيه طبعا وجوده في نادي كبير قبل كده زي نادي الزمالك، ودلوقتي نادي كبير برضه نادي الاسماعيلي. طبعا في السي في بتاعه هيبقى سي في محترم، يعني على حد علمي هو بيحاول يسكن نفسه بدورات بمعايشات، ده في حد ذاته. واحنا محتاجين جيل جديد يبقى موجود زي ميدو، زي عبد الحميد بسيوني، زي سمير كمونه، المجموعه اللي طالعه تبقى في سن صغير، لان خلاص انت الدنيا بتتطور في الكوره، محتاجه فكر جديد بتعليم جديد بكوره جديده. فاعتقد ان هو نقله جديده ليه، اعتقد لو نجح مع نادي الاسماعيلي بشكل كبير وعمل فريق كويس هتتحسب له، وهتتحسب لنادي الاسماعيلي والحاج ابو سعود، يعني هتفرق كتير بالتاكيد. كابتن ناجي، اروح لمنتخب مصر. بس اقول حاجه على ميدو من، يعني انا يعني اعرفه عن قرب طبعا بشكل جيد، وميدو من الناس اللي عندها فكر عالي جدا في كره القدم. لو توفر له مناخ كويس وزي ما فاروق بيقول، ويعني
انا متاكد انه هينجح نجاح كويس جدا، لانه هو في الكوره وبيجتهد بشكل كبير. لا يعني عنده خبرات سابقه كبيره جدا جدا جدا، 10 انديه من اكبر انديه العالم.